בעזה במשך שנים. אם מראש ישראל הייתה מבינה שארגוני החזית הפרו-חמאסיים האלה הם לא ארגונים הומניטריים אלא זרוע מתוחכמת של ארגוני טרור, יכול להיות שלא היינו באים עליהם עם רובי צבע, ומראש היינו מבינים שהם רוצים לרצוח את החיילים על הסיפון. אני מניח שאפשר לטפל בהם אחרת גם בלי להרוג הרבה אנשים. في التقرير الذي قدمه رئيس الموساد داغان تطرق إلى التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل في العام القادم قائلا إن المعسكر البراغماتي ضعف وبالمقابل تعززت مكانة المعسكر المتشدد وهذا الأمر ناجم بسبب ضعف مكانة الولايات المتحدة حيث انخفضت قوتها في محاولتها حل النزاعات على الحلبة الدولية وأشار إلى أن إيران تحاول امتلاك قدرة نووية عسكرية لتفادي أي تهديد نووي على إيران غير أنه منذ العام 2009 تواجه إيران مشاكل فنية تعيق برنامجها النووي مشيرين إلى أن امتلاك إيران لقدرة نووية تطلب زمنا أطول مما توقعته إيران مضيفا إلى أن الصفقة التي وقعتها إيران مع تركيا والبرازيل استهدفت دق الإسفين بين دول الغرب وإحباط المحاولات لفرض عقوبات اقتصادية على إيران وحول العلاقات بين إسرائيل وتركيا قال رئيس الموساد مير داغان إن لتركيا ولأردوان رؤية لإعادة هيمنة تركيا على الحلبة الدولية والإسلامية ويؤمن أردوان بأن فتح الأبواب إلى العالم العربي يأتي عن طريق التوجه والاقتراب إلى فلسطين وإلى حركة حماس وأن تركيا تشكل اليوم جبهة واحدة مع إيران ضد إسرائيل. تقرير القناة الأولى باللغة العربية الإسرائيلية طبعا. أستاذ أسعد بشارة أرحب بك في هذه الحلقة. الخوف الإسرائيلي من جبهة تضم إيران وتركيا واضح، ما طبيعة هذا الخوف برأيك؟ في اعتقادي أن إسرائيل فوجئت بالتكتيك التركي الذي رعى أسطول الحرية، كما أنها في السابق كانت قد احتسبت لموضوع الدعم الإيراني الواضح لحركة حماس في داخل قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية. هذه المفاجأة تكمن في أن إسرائيل لم تصبح بعد مستعدة لأن تواجه حلفا بهذه القوة، ولذلك فإن المعادلة الاستراتيجية قد تغيرت، وأعتقد أن إسرائيل اليوم هي أمام مأزق، وليس فقط إسرائيل، الجانب الأوروبي وخصوصا الولايات المتحدة الغربية، يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي أيضا في مأزق، لأنه لا يمكن الاستمرار في هذه الطريقة. الطرف الإسرائيلي يبدو وكأنه لا يستطيع أو لا يمكنه، خصوصا الفريق المتطرف داخل إسرائيل لا يمكنه تقديم أي تنازل في عملية التسوية، فيما الطرف الذي المواجه يتقدم بخطوات أكيدة. نعم. باتجاه طيب. تخطيط بناء على ما تقول أستاذ بشارة. نعم. إلى أي مدى يقلق الاحتلال فعلا تزايد نفوذ نهج المقاومة الممنعة في المنطقة؟ نحن نتحدث ليس فقط عن حلف إيراني تركي كما يقول التقرير الإسرائيلي، ولكن نحن نتحدث عن نهج يتزايد قوة في المنطقة. يعني علينا أن ندرس نتائج حرب العام 2006 التي استطاع فيها حزب الله أن يصمد عسكريا أمام الجيش الذي يوصف بأنه لا يقهر، كذلك علينا دراسة حرب غزة التي استطاعت فيها إسرائيل أن تلحق أذى مادي كبير بالقطاع وبأهله بالخسائر المدنية، ولكنها تريثت ولم تستطع حسم المعركة بشكل كامل. هذا النموذج إذن بدأ يقوم بعملية تراكم كبيرة، وإسرائيل على ما أعتقد لا تستطيع أن تتحمل نمو هذا النموذج وتأكيده على أنه قادر على أن يجابه في هذه الحرب الطويلة، وبالتالي فإن إسرائيل هي اليوم فعلا في هذا المأزق. علينا أن نرى وأن نفتش ما هو الخيار الأمريكي، هل ستنجح أمريكا في الضغط على إسرائيل لإعادة إطلاق عملية التسوية التي هي برأيي المنفذ الوحيد أمام إسرائيل لكي تتفادى إضعاف ما يسمى بدول الاعتدال العربي، ولكي تتفادى أن تقوم يعني محور الذي يرعى المقاومة أي حزب الله وحركة حماس بأن يحقق نقلات إضافية إيجابية لصالحه في المدى المنظور. طيب بالانتقال من أسطول الحرية إلى الموضوع النووي الإسرائيلي، مزعج كان البيان الصادر عن مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في نيويورك رغم تواضعه، وإن لم يكن على قدر الأمنيات والأمال، إلا أن الكيان الإسرائيلي رأى فيه مصدرا لقلق جديد. كيف تجرأ العالم على مطالبة الاحتلال بإخضاع منشآته النووية للتفتيش رغم معارضة الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا؟
هذه أخبار سيئة ومشكلة لإسرائيل، والمشكلة هي أن المؤتمر يتوجه تحديدا لإسرائيل ويدعوها إلى إخضاع مشاتها النووية للمراقبة الدولية، وسارعت الإدارة الأمريكية إلى الرد. We take seriously our commitments with respect to this regional conference, and we will work with the countries in the region to create conditions for a successful conference. من جانب أوباما راد، فالمجتمع الدولي يسير بثبات بحسب رؤيته نحو عالم وشرق أوسط خاليين من النووي، ومن جانب آخر يدرك الأمريكيون الإشكالية الإسرائيلية. The final document singles out Israel in the Middle East section. A fact that the United States deeply regrets. من نجحت في تفادي صيغة إشكالية حيالها هي إيران تحديدا، الموقعة منذ سنوات على معاهدة منع الانتشار النووي، لكنها تخرقها من دون إزعاج. It is really unfortunate that France and US, in an effort to keep the operational status of their nuclear arsenals unaffected, blocked any possible agreement to further limit or prohibit the use of the threat of use of nuclear weapons. الوثيقة التي توزعت على 28 صفحة وصفت بأنها مفصل تاريخي، فلأول مرة منذ إقرار المعاهدة تم اتخاذ قرارات تتناول جوهر المشكلة، منع الانتشار النووي وتفكيك الأسلحة الموجودة واستخدام الطاقة النووية لأهداف سلمية. أستاذ سعد بشارة، لماذا انزعج الاحتلال من بيان مؤتمر نيويورك، علما أن المطالبة بإخضاع الترسانة النووية الإسرائيلية للتفتيش ليست جديدة يعني؟ عدت إلى الأرشيف قليلا قبل أن أتي إلى الاستوديو، فوجدت أن إسرائيل تعرضت لضربات عديدة في هذا الموضوع منذ أن قام الخبير النووي مردخي فعنون بتسريبها إلى أحد الصحف البريطانية التي كشفت حقيقة وهيكلية التصنيع النووي الإسرائيلي القادر على الذي استطاع أن يراكم 200 رأس نووي وصواريخ باليستية استراتيجية طويلة المدى قادرة على تهديد كل العالم العربي والإسلامي. إسرائيل كانت حساسة طوال الوقت على هذا الموضوع منذ أن بدأ مشروع إنشاء المفاعل النووي الإسرائيلي أيام شيمون بيريز، يعني بالمساعدة الفرنسية منذ الخمسينات. اليوم إسرائيل تضغط